يعطيك العافية ملهم. نهاية حلقتنا لهذا اليوم موهبة واعدة معنا رح تكون بالعزف على البيانو والأورج، وبيسعدنا نرحب بملهم إبراهيم. يسعد صباحك ملهم ويعطيك العافية على المعزوفة الكتير حلوة. يعطيك العافية ملهم، كيفك؟ منيح الحمد لله. الحمد لله. بدنا نتعرف عليك بالبداية، أنت صف شو؟ أنا صف خامس. أنت صف خامس، وإمتى بلشنا بالعزف؟ من حوالي سنتين. حوالي سنتين. وليه اخترنا هيدي الآلة؟ ليه اخترنا الأورج؟ لا، هو الأورج لأنه آلة أساسية في جميع الفرق الموسيقية الغربية والشرقية، وكمان آلة بتعمل جو حلو، وكمان هيك بتعمل جو حلو. بالفعل أنت بتحبه للأورج يعني. تمام. اليوم ملهم رح نستغل كتير وقتنا معك ونطلب منك معزوفة تانية مباشرة. شو بدك تحضر؟ شو محضر لنا لسه؟ تعب المشوار. طبعا هذيك كانت يا رايحة ضيعتنا. تمام. يلا تفضل. يعطيك الف عافيه. تمام. هلا بدنا نحكي الاهل، كيف شجعونا الاهل على هيدا اختيار هيدي الاله؟ يعني البابا والماما. هلا انا ما كنت حاطه ببالي سجل موسيقى، بس بابا سالني شو رايك تسجل موسيقى وسجلك بالاورج والعود. فوافقت فورا. انت كمان بتعزف عود ملهم ولا؟ حلو. كمان صار لك سنتين عم تعزف عود؟ لا، العود ما إلي زمان. ما صار لك زمان عم تعزف؟ بلشت من جديد. تمام. شو اللون او الاغاني اللي بتحب اكثر شيء تعزفها ملهم؟ انا بحب مثلا هيك طربي لست فيروز، مثل انه ايه لفيروز، وكمان ما في ورد بيطلب مي لمحن بركات. حلو. حلو. يعني اغاني صعبه انت بتعزف، بتحاول تعزف؟ لا، هي سهله. سهله عليك طبعا لانك انت شطور. هلا كيف هيك الاهل لما شافوك عم تعزف اول مره، شو قالوا لك؟ لقيت انه قالوا لك برافو عنك، ولا قالوا لك لازم تصحح شويه شغلات؟ شو قالوا لك؟ شجعوني لحتى اتطور وهيك واوصل لهالمستوى. يا سلام. تمام. كل يوم نتدرب ملهم؟ تقريبا. كم ساعه؟ بوقت الفراغ. بوقت الفراغ. حلو. يعني نحن لازم يكون نحن ننسق ما بين الدراسه وما بين هيدي الهوايه. يعني قد ايه مثلا انت كل يوم تتدرب؟ أنا كم ساعة؟ حسب شو عندي دراسة باليوم. مثلا إذا عندي دراسة كتير بتقلل وقت التدريب. تمام. هلا أنا مثل ما قالت فاتن جابالي لسه أسمع معزوف، فشو بدك تعزف إنه؟ ما في ورد بيطلب. تفضل.
كثير حلو، يعطيك الف عافيه. نعم. شو حابب تصير ملهم بالمستقبل؟ انا حابب اصير عالم وكمان اصير موسيقى. عالم؟ عالم شو؟ بأي عالم فضائي. يا سلام، والله انا كنت احب الفضاء لما كنت صغيره، بس ما صرت عالم فضاء. ان شاء الله بنشوفك احلى عالم فضاء يا ملهم. واخر شيء لمين بدنا نقول شكرا؟ بقول شكرا لامي وابي اللي سجلوني بدروس الموسيقى واللي شجعوني كمان. تمام. واللي ساهموا بتفوقي الدراسي. وكمان بشكر الانسه منار الساتر، انسه الموسيقى، هي اللي وصلتني لهالمستوى. وبشكر رفيقه يقظه عزيز، رئيسة لجنة منطقة جبلة لطلاء البعث. نحن متشكرك كثير يا ملهم، نتمنى لك مستقبل واعد ومليء بكل شيء بتتمناه وكل شيء حلو وبيشبهك.